سلام المسيح معكم مشاهدينا عبر شاشة نور الشرق ونور سعد. منذ القدم اعتاد الإنسان يقدم ذبيحة للإله تعبيرا عن تقدمة ذاته، فبيقرب أفضل ما عنده مثل ما بيقول الكتاب عن هابيل يلي كان يقدم للرب الثمانة من الغنم. وكثرة الذبائح بحيث صارت بوقت من الأوقات الهدف، ونسيوا الناس لمين تقدم هالذبيحة وشو كان هدفها. لا شك هناك ذبائح التكفير عن خطية كبيرة أو طلبا لنجاة من الوباء، ولكن أفضل ذبيحة بالعهد القديم كانت ذبيحة السلامة أو المشاركة، تقدم أمام الله فبيأخذ الكاهن حصته والباقي بيأكله مقدم الذبيحة مع أولاده أهله الفقير اليتيم واليوي. ما بتكون الذبيحة فقط ذبيحة، لكن بتصير وليمة من بعد ما يرجع لنا إياها الرب يباركها ويكترها. هيك كانوا اليهود يعملوا بالأعياد، خصوصا بعيد الفصح حيث يؤكل الحمل تذكرا لخلاص الله لشعبه. هيدا يلي عمله يسوع يوم خميس الأسرار أو ليلة ألامه، كانت وليمة أولى بتذكر الرسل بما فعلوا موسى. أما الوليمة الثانية يلي نقلتهم من العالم اليهودي إلى العالم المسيحي، من العهد القديم إلى العهد الجديد، من الأرض للسماء، فكانت ذبيحة من نوع آخر ووليمة غير كل الولايم. المسيح ما قدم حمل من القطيع، لكن قدم ذاته، فكان هو الحمل يلي منتحد فيه بوليمة سرية تاخد معناها بالموت على الصليب والقيامة. فيسوع من حيث انه مات، مات مرة واحدة، ومن حيث انه حي فهو حي الى الابد. نحن مدعوين كل احد لبل كل يوم الى وليمة نسمع فيها كلام يسوع: من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وأنا فيه، لأن جسدي طعام حقيقي ودمي شراب حقيقي. ولكن هل الذبائح مطلب إلهي؟ كيف نشأت الفكرة وشو علاقتها بمغفرة الخطايا؟ من ذبائح العهد القديم إلى ذبيحة العهد الجديد هو عنوان حلقة اليوم من برنامج الكلمة مع المونسيور دكتور بولس لفغالي، دكتوراه لاهوت، دكتوراه تاريخ أديان، دبلوم عالي كتاب مقدس. مونسيور أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. رح نكون عم نتأمل برسالة إلى العبرانيين الفصل 8 من الآية الأولى للآية 10. فإذا مونسيور رح نبدأ، تفضل. إذا رسالة عبرانيين، إذا مش عارفين وينية بكان تروح بآخر مربولوس، آخر مربولوس من بعد رسالة فيليمو، وهذه رسالة العبرانيين اللي مع الكتاب المقدس الكبير 344. وإلا بتشوفوا بس إن شاء الله بكون فتحتوا كلكم سوا. العنوان: يسوع كاهن العهد الجديد. أول شيء يسوع، كلمة يسوع معناتها الرب يخلص شعبه من خطاياه. إذا بنتذكر بإنجيل متى لما بيقولوا الملاك ليوسف بتسمي هالولد يسوع لأنه ينجي شعبه من خطاياه. ثانيا يسوع هو كاهن، كثير مهم كاهن. لما نحن بنحكي عن الذبيحة عادة بيكون في الكاهن والذبيحة بعد عن بعضهم، بيجيب مثلا يحسب حمل أو بيجيب عجل أو بيجيب أي شيء كان، ولكن هن اثنين. مع يسوع ما في واحد، يا حملا ذبيحا قدم ذاته، هو الكاهن وهو الذبيحة. وهيدي كتير مهمة هالكاهن، لكن كهنوت يسوع كليا مختلف عن كهنوت العهد القديم، لأنه يسوع أولا كان الكهنوت بالعهد القديم من قبيلة لاوي،
يعني كان أنا كاهن ابن كاهن ابن ابن كاهن بطريقة آلية أوتوماتيك وراء بعضهم هن كهنة. لكن بيقلنا رسالة عبرانية أنه يسوع ما كان من قبيلة لاوي. إذا كان ابن داود التبني مثل ما نعرف نحن، إذا كان ابن داود هو من قبيلة لم يخدم أحد منها المذبح. هلأ إذا قلنا أنه هو مريم أمه هي بالنسبة نسيبة إليصابات اللي كانت من بنات هارون بلوقا الفصل الأول، ساعتها بنقدر نقول في له علاقة بالكهنوت. لكن العظمة هون أنه لما رسالة عبرانيين بتحكي عن يسوع أنه الكاهن ما بتربطه لا بهارون ولا بموسى ولا بحدا، بتربطه بملكي صادق. ليه؟ الكاهن إيه؟ ليه؟ الكاهن ملكي صادق هو الكاهن الكنعاني، والكنعانيين كانوا أوسع بكتير، يعني مش مستعد أبدا يسوع يحصر حاله بشعب أو بقبيلة شو ما كانت تقول. لا شك هو ولد في فلسطين، ختن كما يختن كل يهودي، طهر كما يطهر كل يهودي، ب 12 سنة كان هو عم يعرف المزامير كتاب مقدس. لكن يسوع المسيح ولا مرة قبل يحصر حاله بالشعب اليهودي. من هيك لما اجت الرسالة الى العبرانيين فتحته الى ملكي صادق، هو كاهن شليم كاهن السلام، بعدين ربطوه بأورشليم. ولكن القضية أوسع بكتير بكتير من منطقة صغيرة، منطقة صغيرة. كاهن العهد دايما هو، كل ذبيحة هي عهد، هي اتفاق، اتفاق بين اثنين. هلأ العهد هذا بالماضي كان في عهود عديدة، مثلا كان في العهد إذا بدنا بين آدم والله، لا تأكل من هالشجرة، يوم تأكل منها تموت موتا. ثم صار في عهد مع نوح، مع نوح انه نحن هلأ بيكون الدنيا عادة، ثم عهد مع موسى، وهلأ بنسميه نحن بالقداس العهد الجديد الأبدي. هذا جديد، مش بس جديد اليوم فيها نقول شغلة مثلا من 200 سنة هذا جديد، لا، الجديد يعني كل يوم يتجدد. كثير مهمة هيدي. نحن لما المثل بيقول بالمزمور أجعل كل شيء جديدا، يعني اثنين، أول شيء هو دايما جديد لأنه الله ما عنده الماضي والمستقبل، الله هو الحاضر. الله هل حاضر معنا نحن عم نحكي، حاضر معكم أنتم عم تشاهدوا وعم تسمعوا. إذا الجديد هو الحاضر دائما، لكن الجديد الأبدي دائما. بس يكون في جديد يعني ارتباط بالأبد، ارتباط بالحياة بالسماء. لو نحن لما بنكون عم نعمل الذبيحة ترتبط الأرض بالسماء، هي العهد. شو العهد؟ إن أنا الإنسان ارتبط بالله، الأرض ترتبط بالسماء. وبنقرأ أحبائي إذا العبرانيين فصل 8، وخلاصة القول، أما أكتب حكي كتير أشياء عديدة من هالرسالة عن تلكم كاهن ملكي صادق، أنه ما رح نحكي كل آية، أنه كتير فيها شروحات. أي معقل، نشرح ما فينا معقل. إيه أنا على كل حال نحن ولا مرة، أنت بس بتعرفي صرنا معودي على بعضنا من 10 سنين، نحن ولا مرة فينا نعطي كل شيء. نحن بساعة اليوم هاي رسالة العبرانيين أنا شرحتها 600 صفحة. من هيك عم بقلك ما فيها نشرحها كيف؟ بعرف إيه، بس نحن اللي عم نعطي عم نعطي بالعمق، وهن بعدين بيقدروا يكملوا. وعلى كل حال في القراءة الرعائية مشروحين أشياء مطولا. نعم. وعلى خلاصة القول هي أن لنا رئيس كهنة، هذه عظمته. شو عظمته؟ رح نشوف، لأنه بالماضي كان الكاهن اليهودي بقول عنه رسالة عبرانية كان يقدم أولا ذبيحة عن نفسه، كانه خاطئ، أولا يقدم ذبيحة عن نفسه ثم يقدم الذبيحة ذبيحة الشعب. يسوع
مش عاوز، لانه بيقول لنا مره باليهود من يثبت علي خطيئه، وبيقول لنا رساله عبرانيه وغيره كان شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئه. اذا هوني هل عظمه الكاهن تفترق عن كل الكهنه؟ اذا كان كهنوت العهد القديم، شو بدنا نحكي من كهنوت العالم وصلي، جلس على يمين عرش الجلال في السماوات. نحن لما حكينا عن ذبيحة بالمقدمة كتير مهمة، نحن اليوم أبقاش في ذبيحة وأبقى في ذبح أحد على المذبح، نحن منخلي الرمز مثلا، لأنه بنعتبر مثلا أنه عادة بيكون الجسد هون أو الخبز إذا بدنا، والدم هون أو النبيذ، نعتبر كأنه الجسد مفصول عن الدم، هذا كله رمز. وعلى كل حال نحن لما بينجمعوا مع بعضهم، ينجمعوا مع بعضهم، ساعتها صار عندنا هالشخص. وهون كتير مهمة، نحن هل ما عندنا شخص يذبح، ولو خبروا خبريات انه صار في شيء واشياء كتيرة، ولكن هذا الذي نذبحه اذا بدنا او نشارك معه بالوليمة هو جالس عن يمين عرش الجلال في السماوات. اذا الابن اذ هو على الارض، لانه معنا كل الايام حتى نهايه العالم، هو بالوقت ذاته بالسماء. اذا نحن ما بقى عندنا ذبيحه، ما بقى في دم ابدا. الخبز والخمر، الخبز يتحول الى جسد الرب، والخمر الى جسد الرب، وبتذكرهم دم الرب، وبتذكرهم كثير مهم لما بقول الخبز هذا هو جسدي، يعني هو يسوع كله سوا معنا حاضر، ودمه لانه هو الحي. اذا هو جالس في السماوات خادما لقدس الاقداس والخيمه الحقيقيه التي نصبها الرب للانسان. كثير مهمه هالفكره، شو معناتها؟ دائما بالكتاب المقدس وحتى بالعالم اذا بدك الوثني، لانه كانت هالتفكير ذاته، نحن اليوم الملي بنكون عم نعمل شيء هون، هيدي صوره عن السماء، عن السماء. مثلا لما ربنا بيقول له اعمل الخيمه واعمل كذا، اعطاه صوره موجوده بالسماء. فاذا اليوم نحن لما بيقول هوني يسوع المسيح هو في قدس الاقداس، قدس الاقداس الخيمه الحقيقيه التي نصبها الرب للانسان. يعني نحن إيه شو ما فهمت، يعني شو معنى قدس الاقداس الخيمه الحقيقيه؟ معك حق، لانه كثير صعب. هلا نحن مبدئيا هون كان في بين خيم الشعب العبراني بالبريه، يعني في خيمه خصوصيه لربنا فيها تابوت العهد، وفيها اذا كلام الله الوصايا، فيها المن اللي هن علامه عنايه الرب، وفيها عصا هارون، وهيدي هي ترمز الى حضور الله. هي بنسميه تابوت العهد، تابوت يعني صندوق، فهمتي كيف؟ يعتبر، وهذا كان بمحل مهم جدا بالهيكل لما جابوا سليمان، ومن هيك كان ممنوع اي تمثال اي صوره ابدا، لانه الرب حاضر رمزيا من خلال هالثلاث امور، يعني الوصايا والمن وعصا هارون. وكان في ملكان كروبين كانه حاميله، مثل ما كانوا الكروبين على قصور الملوك خصوصا مثلا بانقره او ببلاد تركيا الحسيين، كان هيك في دائما على الباب عجل بصوره ثور، وهن كانه موجود هون. هلا خيمه الارض خلصت، صار في خيمه فوق، هذا هي خيمه الارض، هيدي كانت مؤقته، اذا جاء الهواء بقيمه، لكن الخيمه الحقيقيه التي لم يصنعها الانسان بل صنعها الرب. فإذا ساعتنا بنشوف نحن المامول بالقداس عساكر السماء محيطت معنا بمائدة المذبح، يعني الملائكة حوالينا. وهون بنشوف عظمة قداس، عظمة ذبيحة بنقدمها، أو عظمة الوليمة اللي بدك إياها،
كل هالكلمات بيساعدونا بنشوف شو مهمة. نحن لما بنعيش الذبيحة بنتذكر انه الملائكة السما صارت على الارض. وهيدي لما نحن بنعمل قداس بنشوف اشخاص مثلا هيك مثلا عادة روتين انه جينا، بس حقيقة لازم نحس بهالحضور الالهي. الحضور الالهي يعني السما كأنه ربنا نصب خيمته معنا وقاعد معنا. شفت كيف؟ وهالخيمة بقلنا هي خيمة سماوية لأنها غير منظورة، لأنه إذا طلعت بالخبز هذا مش جسد المسيح، وإذا طلعت بالخمر هي مش دم المسيح، لكن نحن اللي عايشين بالسر والعايشين بخيمة سماوية صار من خلال هالخبز هذا جسد المسيح، من خلال هالدم هالخمر هذا دم المسيح. هلا البعض بيقولوا لنا هون يعني تعقيبا على هيدي الفكره مونسيور انه انتم المسيحيه يعني تاكلون الهكم؟ ايه باحلى منه ناكل الهنا؟ لا، وهو ياكلنا. ايه ناكل يعني، وهذا بيقول لنا القديس اغسطين كثير حلوه، بيقول لنا عندما تاكلون الخبز يتحول الخبز اليكم، لكن عندما ناكل جسد الرب نحن نتحول الى الرب. ناكل هذا الرمز كله سوا. نحن كل قضايا بالكتاب المقدس هودي الطعام والشراب مثلا، فهمت كيف؟ مثلا بيقول لنا اشعيا بالملكوت هناك تاكلون وتشربون. شو بيحسبوا؟ بيقروا حرفيا انه هونيك عندنا اكل قد ما بدنا وشرب قد ما بدنا. هودي بعدهم على مستوى الاكل والشرب، هي على مستوى اللحم والدم. نحن ما صرنا بجسد ممجد ما بقينا عاوزين لا طعام ولا شراب. وهود اللي بيحكوا عن الطعام والشراب وغيره من اللذات لانه محرومين هون، بحسبوا بكره بس يروحوا على السما بس يطلع لهم اكل وشرب واشياء عديده. لا، هيدي علامه بعدنا على مستوى الارض. وهون بيقول لنا بكتيرفا هون الخيمه الحقيقيه، الطعام الحقيقي. هناك صار طعام من نوع آخر. من هيك يسوع لما كان مع السامريين وجابوا له أكل، المعطرين التلاميذ راحوا على المدينة وجابوا أكل، قال لهم لي طعام آخر لا تعرفونه، طعامي أن أعمل مشيئة الآب الذي أرسلني. طعامنا نحن بالسماء، طعامنا نحن بالسماء هو نحن أنه منعيش نعيش بحضرة الله. حتى ما تصغير بقولوا لها قدار تلفتني وهي كانت ست، قالت لي دخلت برشام كان كثير يتعذب لانه كان ياكل مره بال 24 ساعه. ابعش كان يعمل غير شيء، بس انا تذكرت انه كان في بونطان والشينا كان حد ما انطاش صحيه، كان بزمن الصوم ياكل مره كل 48 ساعه يعني كل يومين. قلت لهم ايه؟ كان شبعان من الله. اليوم هالطعام هذا مشي ناكل، في كثير ناس بياكلوا كثير وبعدين وين بصيروا؟ وين زيتهم؟ بينما هلا اذا قلت لكم انتم اللي عم تتسمعوا علي شو اكلتوا اول امبارح؟ شو في بعد راسكم مشي؟ وبعدين شيء بسيط جدا، لما انا باكل مع شخص بحبه بيكون الطعام شيء، لما بكون باكل مع شخص ببتيقه او هو بقبيله مثل بكونوا بالمطعم او بالتراك او غيره مثلا كانه حجران حد بعضهم الاكل ملوش طعمه. اذا هون العظمه، العظم اللي بقول نحن اكل يعني اتحد، صار في اتحاد انا وياه، صرت انا وياه. بيقول له هو من يحبني يحبه ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. نتخيل كل واحد منا هو بيت الله. بيت الله يعني هو بيطعمينا. شو بيطعمينا؟ مش الاكل والشرب، هودي كلها سوا. بيقول له مربولوس هم يروحوا على الخلاء، كل الاكل يروح على الخلاء. فاذا في شو بيطعمينا؟ بيطعمينا اول شيء نحن هلا ناكل جسد الرب ودمه من خلال السر. لما بيعطينا البرشين بيقول لنا جسد الرب دم الرب. وهو ساعتها ابقاش تشتغل العيون، صار في عنا عيون من نوع اخر، هي عيون الايمان ما دمنا على الارض، او عيون العيان بيقول لنا شو شوف ربنا وجها لوجه. وهيدي عظمة كل هالشيء هذا. نعم. هلا اذا بنرجع للعبرانيين مونسيور
ويقال عنا بالبداية ما بعتقد رح تقضينا الساعتين اليوم لحتى ليه؟ الناس. ويقام كل رئيس كهنة ليقدم القرابين والذبائح، فلا بد أن يكون لرئيس كهنتنا شيء يقدمه. فأذن هون شو عم يقابل مثل ما حكينا بالمقدمة، هن كمان يجيبوا خروف يقدموا، يجيبوا عجل أو تيس معز يقدموا. نحن بقول هو نحن رئيس كهنتنا يسوع المسيح، شو بده يقدم؟ شو بده يقدم؟ نحن قاعدين بالكنيسة على المذبح، لا في لا خروف ولا حمل ولا شيء ولا شيء. نعم، قدم زيته. فلو كان يسوع في الأرض لما أقيم كاهنا، لأن هناك من يقدم القرابين وفقا للشريعة. إذن رح يرفض كل قضايا الشريعة. موسى ما هيك؟ نعم. هون بتشوفي الشريعة، هؤلاء يخدمون صورة وظلا. ظل يعني انت عندك شمس او عندك غرض، اي غرض حلو. الظل ظل ماشي، الظل هون ظلا لما اقيم لما في السماوات. اذا مثل ما قلت لك ساعه اساس السماء، ونحن اذا كان عندنا ذبيحتنا، ذبيحتنا جاي من السماء ولمتنا جاي من السماء، لانه يسوع المسيح جاء من السماء ويكون حاضر معنا. هؤلاء فحين أراد موسى أن يصب الخيمة أوحي إليه قال انظر واعمل كل شيء على المثال الذي أريتك إياه على الجبل. بتمقل لك ساعة ربنا قال له بتعمل كذا بسفر الخروج انفصل 25 وما بعد بيخبر كل شيء. هلا وصلنا ولكن المسيح فهذا أعطانا، لأنه هو من العبرانيين، العبرانيين هودي يمكن الناس نسيوا، العبرانيين هن يهود وصاروا مسيحيين وبيعرفوا كل العوائد اليهودية، بس البشع أنه بعدهم عن يحنوا على العوائد اليهودية. كان الهيكل هدم، لما كتبت الرسالة كان الهيكل هدم، ياي شو كان حلو الهيكل، الذهب والدنيا كانوا يشوفوه عم بعد الكيلومترات الذهب. نحن هلا عم نعمل قداسنا تحت الارض بالدياميس، كان في 24,000 كاهن، وين هن هالكهنه؟ وين اللباس؟ كان في الذبائح، بيخبروا عن سليمان ذبح 1000 ذبيحه. هون تركهم كله سوا. اما المسيح نال خدمه افضل من التي قبلها بمقدار ما هو وسيط لاحد افضل من العهد الاول. اذا قلت العهد، شو العهد؟ ارتباط بين السماء والارض، بين الله والانسان. كان في عهد مع موسى قلت هاد الساعه، وبيحكي بيرجع يحكي الانبياء بقول رح نعمل عهد جديد، لكن الانبياء وعدوا بالعهد الجديد بعهد اتي، ان كان خصوصا حسقيال او ارميا كثير. هلا هون العهد هيدا خلص نهائي. ليش نهائي؟ لأنه بالماضي كان الإنسان ينقض العهد، يخون العهد. هل اليوم منو كافل العهد؟ يسوع المسيح. يسوع المسيح لا يمكن أن يخون نفسه، لا يمكن أن يكون إلا أمين. إذن هون هالعهد اللي نحن بنشوف هون هالعهد، هذا عهد يسوع المسيح لا يمكن أن يتبدل. هو مثل جديد دائما حاضر وأبدي. بيكملها لأنه بمقدار لأنه قام على أساس وعود أفضل من تلك. راح وقف على السبعة وبزيادة مثل بدك أنت. فلو كان العهد الأول لعيب فيه، عهد موسى لو كان لعيب فيه مش عاوزين كنا عهد تاني، لما دعت الحاجة إلى عهد آخر. والله يلوم شعبه فيقول، يقول الرب تجيء أيام. إذا العهد الأول لو إنه كان كامل ما في أي نقص، ما فيش حاجة لعهد آخر، لكن مع يسوع المسيح على العهد الأبدي. من هيك كتير مهم لازم نعرف إنه مع يسوع المسيح انتهى عهد الإنسان مع الله، ما بقى في شيء. مثل بقول انا الانبياء
كل الأنبياء اللي حكوا بدنا ينتهوا بيسوع المسيح. الأنبياء بيعطوا الكلمة، يسوع هو الكلمة. كل ما قاله الأنبياء يجد كماله في يسوع. ومنقول هون نحن كل الذبائح لكن فيها نوايا حلوة. أنا جي أقدم ذبيحة متبقلتين تلك ساعة بدو غفران خطاياي أو شكران أو مشاركة أو غيره، ولكن هلأ من بعد يسوع المسيح ما بقى في ذبيحة، أو بالأحرى حتى هو ما عاش قبل ذبيحة، هو هلأ حاضر، لأنه الذبيحة شو صارت؟ صارت وليمة، صارت وليمة. نحن نعطي الرب شوية خبز وشوية خمر وهيدي الوليمة بشرية، لكن هو بيرد لنا ياهن طعام السماء. طعام السماء من يأكل جسدي ويشرب دمي يحيا فيا وأنا فيه. وهي العظمة، ساعة الوليمة هي وليمة دائمة. بيقول نحن بنعرف أنه مع الكهنة كل دقيقة مبدئنا وأقل في قداس بالعالم بالكون، في قداس بالكون. معناتها الوليمة مش بس أبو ربع ساعة أو تلت ساعة نحن ذبحنا العجل أو ذبحنا كذا، لا، هي وليمة دائمة مستمرة، مستمرة بقلتي مفتوحة دائما. ما بدش إلا يقلنا يسوع المسيح تعالوا خذوا هذا هو جسدي، تعالوا شربوا هذا هو دمي. وهي وليمة تعطينا سعادة. نعم. كل سعادات الدنيا ما بتسويها، لأنه بيقلنا هو الفرح اللي بعطيكم إياه ما حدا ينتزعه منكم. ولكن هالفرح، كل فرح السبع ما له قيمة أبدا، كل فرح ناس ما له قيمة أبدا بين فرح السبع. نعم. مسنير، من بعد ما شرحنا هالنص من العبرانيين بيبقى السؤال اللي رح نجاوب عليه من بعد الاستراحة، لماذا الذبائح؟ هل هي مطلب إلهي؟ يعني بدنا نرجع معك للبدايات، ولكن مثل ما قلنا بعد الاستراحة. مشاهدينا خليكن معنا. رجعنا لكم مشاهدينا لنتابع حلقتنا لليوم يلي عنوانها من ذبائح العهد القديم إلى ذبيحة العهد الجديد. مسنيار، من وقت ما منوع بالإيمان المسيحي منعرف أنه في ذبائح وذبيحة والمسيح هو الذبيحة، ولكن ليه الذبائح؟ كيف نشأت هذه الفكرة؟ وهل هي مطلب إلهي؟ يعني أنا هذا الموضوع كتير هيك كان يشغل لي رأسي، أنه ليه الله بده الإنسان يقدم له ذبيحة ليغفر له خطاياه؟ فكيف نفهم هيدي البداية؟ بالماضي كان يعتبر الإنسان أنه نال من الرب هالعطايا، يجب أن يشكره ويبين شكره بيرد له هالعطايا. هلأ صار في خطأ كبير. شو الخطأ؟ خطأ الكبير أنه مثلاً، وهيدي كانت أبشع شيء نحن ما قلناها بس بنحكيها للناس، كانوا يقدموا البكر. يعني مثلا شخص أول صبي إجي بالبيت بده يذبحه، والشيء كان بسيط بالنسبة لإبراهيم. إبراهيم هيدا اللي إبراهيم عنده إسحاق، بيقول له محمد بتشوف الكتاب، خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه واذبحه. بس هذا الكلام جاي من عن لسان الله، من معناتها مش الله هو يلي طلبه. طبيعي طبيعي. نعم. بس القضية وما فيها بده يقولوا انه كانوا يعتبروا كل الوثنية، كل وثنية كلهم يعتبروا انه لازم نقدم اول واحد حتى يتبارك العيلة، مثل ما نقدم اول خروف يتبارك العيلة. شو كانوا يعتبروا؟ انا بقدمه لربنا لما بذبحه، لما بقتله، معناتها هيدي كليا ضد إرادة ربنا. من هيك مثلا إبراهيم حسب حاله أن ربنا قال له هاي، بس ربنا ما قال له هاي. هو إبراهيم شايف أنه إيه؟ هون الوثنية، هون الناس عم بيقدموا ابنه عشان أحسن مني، أنا بقدم له لربنا. وكان من بيقول لك هون رسالة العبرانيين، كان متأكد أنه لو قدموا لربنا ربنا بيعطي خيره، بس طريقة ما كان وثنية هيدي. إذا في طريقة نقدم لربنا. ابن ابراهيم عندك حن ام صموئيل، كيف قدمت ابنها ربنا؟ ربنا اعطيها صموئيل قدمته بالهيكل. انا بقول لك عن امي، كيف قدمت لربنا؟ قدمت بالكهنوت.
لما تقدمي بنتك لرهبه او ابنك لكاهن او راهب هيدا التقدمه. هلا هو الله اللي بيطلب هالتقدمه؟ كيف؟ الله هو طالب تقدمه؟ أكد الله طالب تقدمه؟ نعم الله بده التقدمه، نحن مثل ما هو اعطينا نحن بدنا نعطيه. لانه هاي عظمه ربنا بده نعطيه. مش نذبح ابننا، بده نعطيه. طيب بس بالماضي مونسنيور مش كانوا يعني لما كانوا عم يذبحوا هالذبيحه هي ما كانت كرمال انه لمغفره الخطايا؟ يعني مش هيك بلشت الفكره انه ليرضى الله عنهم؟ لا يغفر لهم خطاياهم. هيدي بعدين اجت، هي بعدين وصاروا في الخطيه وكذا والى اخره. اساسا ماذا ارد للرب؟ مزبوط بيقول لك ماذا ارد للرب عن كل ما اعطاني؟ فنقدم له هالذبائح يعني كعربون شكر للرب. يعني ما انا كيف بعبر هل خدي المستوى لهيدا؟ انا جيت لعندك انت عيدك اليوم، انا بيجي بالهديه شيء؟ دائما خدوا القضايا بشريا. انا ما بيجي ما بيقول لهم الكتاب المقدس ما تجوا ايدكم فاضيه. هلا شو كان يجيبوا معهم؟ كان يجيبوا معهم العشر بس مش لربنا. اذا بدك كانوا يعطوه للفقراء. وهلا بعدهم اليهود لحد هلا بعدهم لما اللي بيجوا بالاعياد بدهم يجيبوا معهم شيء، بيقول ممنوع تجوا ايدكم فارغه. الهديه ضروريه نعطيها لربنا، بس مش نقتل ابني. شفتي كيف؟ اليوم مثلا وهي بقولها بكل بساطه، انا عندي ابني وحيد، انا عندي بنت وحيده، كيف بدي اقدمها لربنا؟ وبنمنعه يعمل خوري او راهب. ونحن هلا بالكنيسه هالشهر هذا كثير بيشدد الكنيسه والبابا شو اسمه فرانسوا، كثير بيشدد انه يكون عندنا انطلاقا من شخصيه. واذا قدمت لابني، انا بحكي عن حالي بكل فرح، قالوا لها لامي هل بتودي ابنك زكي وشبح ليوى؟ قلت ايش بدي اعطي ابني اعور وافكح اعطي لربنا؟ دعانه بيسوع. ايوه لا بالقلب، اللي هي اساسا انا بدي رد لربنا شيء. فهمتي كيف؟ ومثل ما قلنا الذبيحه اساسا وانت قلتيها، ونحن مهيئين مع بعضنا المقدم نسيتي، نحن كثير مهم نحن شددنا انه الذبيحه اهم ذبيحه هي اللي بنعطي الكاهن حتى يشاركنا، كنا نعطي ربنا ونحن بدنا ناكل منها. وهل نحن بالقداس مثلا ايها الرب هيأت الوليمه؟ هلا فكره الذبيحه نحن بالشرق ما كانت موجوده هالقد بالكنيسه، الكنيسه الشرقيه لا اجت من عند الغرب كثير بيشددوا على الذبيحه. شفتي كيف؟ نحن لا، نحن ربنا من هيك نحن اليوم صار القداس وجهنا وجه الشعب. يعني الكاهن كانه رب البيت وعم بيقسم الطعام للجميع، تفضلوا خذوا وكلوا. اذا هون بتشوف لك بس اذا اخذنا اذا معنا كتاب روما 12 وناشدكم ايها الاخوه برأفة الله روما 12 ان تجعلوا من انفسكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله. يعني اعمالها تكون حلوه، حياتها تكون حلوه، اقوالها تكون حلوه، هاي الذبيحه اذا بدك. ما هون مربولس قلبها كلها سوا، شفتي كيف؟ نحن صار في سميها الذبيحه الروحيه كثير مهمه. اليوم مثلا كيف يسوع خلصنا؟ يسوع خلصنا من موته على الصليب. واجا هو صار ذبيحه كمان انه هاي يعني مش موجود بالكتاب المقدس. بلا في مطرح بالعبرانيه يمكن بيقول انه صار ذبيحه لاجلنا. في مش موجوده هاي اول شيء، اول شيء. وثاني شيء المسيح لما كيف خلصنا يسوع المسيح؟ مش بس خلصنا بالصليب. خلصنا يسوع بولادته، خلصنا بحياته بالناصره، كل هول خلصنا فيهم. وانا ساعتها اشبع لها معنى بيقول لنا مربولوس ان اكلتم او شربتم او مهما عملتم فليكن ذلك لمجد الله. اذا نحن بدنا نعمل او كان يسوع المسيح حياته بالناصره كانت ضيعه ما لهاش طعمه؟ نعم ابدا. كثير مهمه كل حياه يسوع المسيح. ما بيقول بالعبرانيه فصل 10 بحسئله العبرانيه ما شئت ذبائح ولا محرقات فقلت ها انا ات كما كتب عني في درج الكتاب لاعمل مشيئتك يا الله. فاذا شو ذبيحتنا؟ ذبيحتنا يعني شو؟ الله بده اياه نكبر. هاي مشيئه الله. الله
بدنا اياهم يكونوا كبار. نعم. هاي ربنا بده اياها. يعني فكره الذبيحه مونسيور جايه فينا نقول يعني من عند الوثنيه، من العالم الوثني، لانه كانوا بخافوا من الله، لانه يعني من الالهه يلي هن كانوا يعبدوها، فما يعرفوا كيف بدهم يرضوا الله. اكتشفوا انه كل شيء بينزل نزول الا الدخان بيطلع طلوع، فصاروا يحرقوا هالذبائح لحتى انه يطلع الدخان ويستميلوا الرب ويرضى عليهم. فاذا عاد بدهم شتاء يعملوا ذبيحه، اذا بدهم شمس يعملوا ذبيحه. مضبوطه هيدي الفكره تاريخيا؟ اول شيء كثير مهمه انه التشديد على الخطيه جاي من العالم اليهودي اكثر شيء. صار عندهم اذا بتفتح اللاويين عندك اول شيء ذبيحه عن الخطيئه وذبيحه عن السهو وذبيحه كذا، وبيحمل هن كثير بالعالم اليهودي، راحوا اكثر من العالم الوثني، شددوا كثير عن الذبائح. وصار في عندك سفر اللويين كله سوا بيحكي عن الذبائح. بعدين كل دقيقة في ذبيحة، إذا واحد كان معه مرض برص وصح بيقدم ذبيحة، إذا واحد شو ما كان يكون بيقدم ذبيحة. صارت الذبائح صارت ما بقش لها ضاعت أساسية، هي أساسا ذبيحة. أنا لما أنا بعمل هدية شو بعديتها بعبر عن محبة قلبي للشخص، وهي ذبيحة. أنا لما مثلا بجيب، وليش صار شيء حلو كتير بالهيكل، صار كل مؤمن بيجي على العيد بده يجيب معه شيء. شو بيجيب معه؟ بيجيب أول شيء مأكد ذبيحة حتى ياكلها هو أهله والأصحاب تبقلن إحنا بالمقدمة، بس خصوصا بده يجيب معه مشان الفقراء. مين حصة الله؟ فقراء. أنت بدك تجيب معك تقدمة لله، لمين؟ الله ما بياكل الله، هؤلاء الفقراء. كتير مهمة، وبعد لحد هلا بالأعياد بيجيبوا هالشيء هذا. فإذا صار في كتير أشياء صارت الذبح، كأنه أنا بعدين شو صار شيء بشع كتير جدا، إنه أنا بعمل بدي إياه وبقدم ذبيحة. شفتي كيف؟ بقدم ذبيحة. من هيك بيقول لهم بارحمني يا الله بزر 51، الذبيحة لله روح منكسر. لما الإنسان بيكون تائب هذا بحله، القلب المتخشع المتواضع لا يرضله الله. من هيك مع يسوع المسيح أنا ما بحب أبدا أحكي عن ذبيحة القداس. نعم، مع أنه القداس بدي أقول لك بنسميها الذبيحة الإلهية. ما هذا اللي جينا من برا، هي الذبيحة. نحن اليوم عندنا العشاء الرباني، هذا العشاء أو ليس يسوع دعا الناس إلى العشاء. شفتي كيف؟ فإذا نحن بس نشدد كثير عن ذبيحة بالأناجيل، أباش كان في بيحكوا عن ذبيحة، مانيش من بقز يحكوا عن ذبيحة. بلا أنا يعني مرقة معي بس ما عندي الريفيرانس، إنه بيقولوا إنه المسيح صار هو ذبيحة وصار حملا مذبوحا لأجلنا، يمكن بإنجيل يوحنا. لا. لا لا لا. أو بالعبرانيين بالرسالة. عبراني ممكن. أنا وعم حضر الحلقة فكرت إنه بدي نبش عليهم هول الريفيرانس، بس لو تعرفيني بتبكيها بس لا مش موجودين. أو اسم الأناجيل أبدا ما في كلام عن الذبيحة، ولا في كلام عن الكهنوت أبدا أبدا. لكن بمربوط الوحيد بيحكي حكي عن الكهنوت هي بس العبرانيين. ولا مرة أبدا كل شيء بيحكوا عن الكهنوت بالإنجيل هو الكهنة، رؤساء الكهنة واليهود. هلأ ولا مرة. نعم عفوا. في حكي برضو ولا مرة في أبدا حكي عن الكهنوت بالنسبة ليسوع المسيح أو عن الذبيحة بالنسبة ليسوع المسيح. هلأ بإنجيل يوحنا ما شبه يسوع المسيح بالحمل كونه مات على الساعة الثالثة، يعني بالوقت اللي كان تقدم فيه الذبائح، ما عملوا هون مثل مقارنة بين الحمل المذبوح ويسوع المسيح؟ يمكن بإنجيل يوحنا بالفصل 19، فصل 19 بيقول يسوع كان على الصليب، لأنه هون ما صار في مقابلة بين الفصح القديم تبقلنا هلا بين الفصح القديم والفصح الجديد. هلا شو عمل يوحنا؟ انطلق من الصليب وساعتها حتى يربط كل تاريخ الخلاص. هذا العظمة، انه مثلا لم يكسر له عظم، هي بالصدفة، لأنه جولي يسوع ميت ما كسروا سقاي مثل ما عملوا للصين. شو عمل هو؟ ربطها
الفصح، الفصح كان ممنوع ابدا، كانوا يشو مثل ما هو كله سوى الحمل. فهمتي كيف؟ ايه. بعدين رجع الى زكريا ينظرون الى الذي طعنوه، عمليا طعنوه حتى يشوف كم بعد عايش ما مات. فاذا الاخ نقطه الدم ساعتها تذكر زكريا. بس اليوم كثير مهمه، كثير مهمه، شدد المسيح ما بقى فيه ابدا، ما بقى فيه ابدا. وشيء تاني، وهون بتذكر مجمع الفاتيكان التاني، بيقلنا في عنا مائدة الكلمة، بدنا ناكل الكلمة ومائدة القربان. مائدة الكلمة ومائدة القربان. حتى في بعض كنائس مسيحية مش كل حد مثلا بيعملوا مائدة القربان، بس مائدة الكلمة إجباري. ومثل ما قال لهم، قال له حزقية بدك تاكل الكلمة، يعني الكلمة بتصير قسم منا نحن حتى تغيرنا حياتنا كلها سوا. فأذا أنا ما بحكي ولا برا بحكي عن ذبيحة أنا. نعم. ما بحكي أبدا، لأنه نحن وليمة. هلا بالماضي مثلا كي شدوا على الوزير على الذبيحة، وشو كانوا يعملوا؟ يبقى الخور داير ظهره للشعب، وكلهم سوا عم يطلعوا مثل ما قلت هالساعة، تيطلع البخور أو تيطلع ريحة الشحم واللحم، ما هيك؟ وتشوف الريحه شو قاعد تحلو وقتها ايه. بينما اليوم حتى البخور مش كل الناس بنعمل بخور، مش ضروري. فهمتي كيف؟ الناس احتفالي بس باللاتين، الناس احتفالي بس بيعملوا بس بيعملوا بخور، مش بكل القديس. اه مش على طول يعني، الشرقيين نحن بالشرق ايه، بكل بس اللاتين اللاتين ما نحن بدناش بنشكل الشرقيين باللاتين حبيبتي ايه. فاذا كلهم سوا بس البخور ايام الاحتفال، فهمتي كيف؟ والبخور مثلا بالماضي كانوا يعتبروا البخور انه للاله، إيه ان هيك كانوا يرفضوا اصحابنا المسيحيه باول كنيسه يقدموا البخور للصنم. وهلا البشع انه كانوا يقدموا الشحم ويشعلوه كله سوا، وتخيلك بقى الهدى، شفتي كيف؟ ايه. هلا البخور غير شيء، البخور، البخور هو اول شيء تكريم للاله اذا بدنا، والبخور خصوصا حتى ينقي الجماعة. وبعدين في شيء كمان كان الناس مش كتير انضاف، حتى ينقي الجو كمان، حتى يقدروا يشموا ريحة بعضهم. فهمتي كيف؟ اذا البخور هيدا. بس اليوم هلا بيحكوا لك بعض مرات انه ربنا غضب، غضب غضبان ربنا، ونحن لما تطلع الدخل بابن خيره بخف غضبه. هاي كلها افكار انت قلتيها، افكار وثنيه مؤكد، هاي كلها افكار انه الله غاضب من فضل. نحن على كل حال ما عندنا الله الغاضب، نحن عندنا الله البي والام. نعم. هلا هيدي الفكره بترجعنا شوي للعهد القديم، على تقدمه قايين وهابيل، هالتقدمتين بنشوف انه غضبه من تقدمه قايين، وهيدا اللي خلى قايين يقتل هابيل، انه ما قبله، بقول لم يقبل الرب تقدمت قايين، ولكن قبل تقدمت هابيل. هو ايش بيقول؟ هو بيقول غضب ربنا، ما قالوا غضب، قالوا لم يقبل. كيف كانوا يعرفوا اذا ربنا قبل لما ما قبل؟ ليش ربنا قالوا شيء؟ ما هي انه يعني هون، يعني انا فكر انه طب ليه بده يرفض التقدمه الله؟ يعني ما زال قايين قدم له ما عنده، وهابيل كمان، فليه بده يرفض تقدمه يقبل تقدمه؟ انت روحي على عمل بولس بفصل 11 من كورنثوس الاولى، اذا الواحد مش مستعد يتناول، يتناول دينونه لنفسه. وكيف يكون مستعد؟ حسب القلب، هذا حسب القلب. هون ليش بقول مثلا بحس فتحت قدامي هون بقول وقدم هابيل فنظر الرب اميلا فما نظر الرب فغضب قايين. مش ربنا غضب، قايين دي غضب، لانه لم ينظر الرب نظره رضا الى تقدمته. إيه بس ايش عارفه؟ ما بعرف كيف عارف. ما هو من قلبه بيعرف، مش ربنا. يعني هو حط هيدا الاحساس لله يعني. وانا مناسب بقولها لكل مشاهدي، بس يكون في نقاش على نص كثير يفتح الكتاب. كثير في كثير اشياء، انا مثلا ليش عندي خبره و80 سنه، مرات عديده بيفتح النص يي ولك هذا ما ولا مره فقط هون. فغضب قايين جدا وعبس وجهه. ليش؟ اعتبر مثلا قايين انه كان السنه في قحط، ما كان في غله منيحه، اعتبر انه ربنا غضب عليه. شفتي كيف؟ هيك، ما اش عارف حبيبتي.
وهابيل السنة خلفت لهيدا 50 خروف، فأذن ربنا رد عنا. ما هن بالماضي كانوا يعتبروا انه ربنا اذا راضي عني بيعطيني صحة منيحة وبيعطيني خيرات كتيرة وبيعطيني اولاد. فأذن هون نحن هون، فأذن هون المهم جدا مش ربنا غضبة، هو احس انه ربنا مش راضي عنه. شفتي كيف؟ وهلا اللي منحس هالشيء هذا، هذا احساس داخلي، لانه من وين بيقول لنا مرتي جاي بحكي انا بالطاهر والنجس؟ راح بتشوفي بقول الشيء العاطل بيطلع من قلبنا. شايف هو اسم الله لك لكن ده صار وغنام هابيل، فاذا ربنا قاضي عنه مش راضي عني انا، ولعب الحسد بقلبه. ولك شو بيقول له هون؟ بيقول له لماذا غضبت؟ ربنا عيط علي، لماذا عبس وجهك؟ إذا أحسنت عملا رفعت شأنك. فهذا تكون أعمالك منيحة. شفت كيف؟ وبعدين شو بيقول له كتير؟ بيقول له الخطيئة رابضة بالباب وهي تتلهف إليك. بربطرس بيكملها هيدي مثل الأسد. الخطيئة مثل الأسد أو الشيطان مثل الأسد وناطر. إذا كتير مهمة نحن منحسب انه ربنا راضي او مش راضي. نحن منحسب ربنا، وكتير تسمعية انا ايش نعمل بربنا هالاشياء كلها سوا، هي تفكير لانه من قلبنا منقول هيك. يوم مثلا بنتك او ابنك ايش ما عملتي فيها، او اذا سألتي له مالك ايش هالمرة هالشي، او مالك السينما وقت يوم صغار على الاصول الكبار الله خلي لك اياهم، بس انه صغار ايه امي ما بتحملش، بينما بتكوني انت عندك فكر غير شيء، او هي بتحسب هاي والشي ذاته. بس ربنا ولا مرة، بس هن كيف بيعرفوا انه الله راضي او الله غاضب؟ حسب الامور المادية، الامور المادية. بس ما سألتيني اياها حدو نشرح على الناس كتير هون. بيقول له لك شو حلو هون، الخطيئة رابضة بالباب وعليك ان تسود عليها. فاذا انت فيك كذا، وهم كتير من ساعتها منشوف هون شو عمل صاحبنا. بس كتير مهم نحن نعرف انه ربنا اول شيء شو ما بنعطيه بيقبل منه. خد الابن الضال اشو جايب له كان لبيوه ماشي توبته رجع تايب، جايب له خطايا وجيته وريحة الخنازير، او جايب لهم كلها سوا. والعظمة عند ربنا انه ما اطلع بهول كلهم، اطلع بالتوبه بس واستقبله. اول شيء ما فيش توبه، انه هلا رجوع منا التوبه، ما فيش توبه، ما فيش توبه، رجع على البيت بده ياكل، بده ياكل. ربنا بيستقبلنا مثل ما لنا. هلا انت اولادك اسم الله شو ما كان ابنك تستقبليه جيب لي. نحن من برا بنفلف نقول هذا الصبي كذا او عنده هالشيء اخره، بس الام والبي بيستقبلوا ولادهم مثل ما هن، ممنوع. وربنا بيستقبلنا مثل منا، ما بده شيء. يا بني اعطيني قلبك بس تعال عندي، انت لعندي. هذا مثلا ابن الضال لازم نحن نفكر دائما، ما نحسب انه تاب لا 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 ابدا. والجوع يلي رجعه، الجوع هو يلي رجعه، هو قال كم من الاجراء. اذا بكفي انه رجع، هذا اهم شيء، رجع على البيت. شفتي كيف؟ نعم. مونسيور، من وحي الحلقه في عندي سؤال من دكتور انطون عازر يلي منوجه له تحيه، عم بيسال ما الفرق بين التقديس على الخمير والتقديس على الفطير، وكيف يقدمان فعليا في الكنيسه؟ اي تقاليد. اليهود كانوا بعيد الفصح ما يخلوا ولا حبة قمح ولا حبة طحين، يشيلوها كلها سوا ويقدسوا على عجين بدون خمير. هذا الأساس، هني كانوا يعملوا شيء هذا. وعطيوا المعنى الروحي انه هني ما صار مع وقت يخبر العجين، كانوا مستعجلين ورايحين. هلا في كنيستان، في كنايس بيخبزوا على عجين بخمير وعجين بلا خمير، وشو بهم؟ ما كله سوا خبز. ما هيك الله ما عنده هالاعتبارات، نحن عقلنا صغير بنصير نلاقي شو فرق.
أنا لازم أنا أتميز عن هالكنيسة. إيش عم تتميز عنها؟ نحن كنيستنا الكنائس المسيحية كلها سوا لم يؤمنوا بالآب والابن والروح القدس والمعمودية والقيامة. شو بعد بدهم بعد يؤمنوا؟ هلا إذا حطوا خمير أو بلا خمير يدل إيشنا بعترين وداشنا تفهين وبنصور نقش بعضنا حتى سنة لا سنة. وصار في خلافات سنين من وراء هيدي الأمور لا يعني. لأنه عقلنا صغير لأنه نحن ما بتحرس كلام قدي. بعدين مثلا إذا الخوري اللاتيني قال هذا جسدي والخوري أرثوذكسي هذا جسدي، يعني صار في جسدان ليسوع المسيح. منشوف قديش نحن من هيك كل خلافاتنا على أشور، لأنه نحن عايشين على الأشور. نحن لو عندنا عمق ما عنده أي ما عنده شيء الله من كل هالاعتبارات. شو أخبرك اللي سواه وليه؟ شو فرقة معه خمير ولا فطير؟ انت خدي شي زيت. واليوم انا اذا ابني او بنتي جايب لي هديه بقول له مش لففها بالورقه منيح؟ شفت اليوم نحن قاعد بنه عقلنا صغير منصدقش. مثل السنه راح لك شغله صغيره مثلا سنه على عيد الكبير قال له شفت انه عند الروم ان الدين شتت وبشق عشني هو كله سوا. مش شايفين انه مسخره مساخر اذا ما بنعرفش عيد مع بعضنا؟ ونشكر الله هلا بيظهر بابا فرانس بقى. بس بحب اقول انا لما ناس مش عارفين هيدي، لما التقى بابا بولس السادس مع أتيناغوراس من بعد المشبع الفاتيكاني بيقول له نحن عرفنا انه المسيح صلب بسبعة نيسان سنة 30. اذا نحن عارفين سبعة نيسان فاذا تعال نعمل العيد تاني اسبوع بنيسان. هاي بولسيس الاساس. بولسيس ما حب يكسر الجرة لانه بيقول له أتيناغوراس انه نحن بعدنا مختلفين ببعضنا بخف بكف الخلاف. هلا البابا فرانسوا رجع الفكره ذاتها. ايوه لازم نعرف هيدا بخلي كل واحد له لانه صار بين روعه على كل حال بولسيس. فهذا كثير مهم نعرف الفرد الاول هو لبولسيس. بولسيس فكر بالفكره وفرانسوا البابا فرانسوا قال بركي بنعملها. وبما انه في المجمع الارثوذكسي العام بان ارثوذكسي يعني كل الارثوذكس هلا عم بيجهزوه وصار في اشياء طبعوها امبارح بطريركات انطاكية ان شاء الله يمشوا مع بعضهم كله سوا. لانه مش بدنا من القمر نحن، ليش بدي الحال القمر انا؟ صحيح. انا بلحق فرض ضربي الشمس اليوم كل الناس ماشي على النور الشمسي. نعم. كمان في عندي سؤال مونسيور من خينا هيكل مهنا يلي كمان من وجهله تحية، بيقول أريد رحمة لا ذبيحة، هل تقبل الطوائف هذه الآية أم تتغاضى عنها مثل غيرها كونها تلغي الكثير من الطقوس والعادات والتقاليد؟ وهل اصنعوا هذا لذكري قد استبدلت كلمة ذكر بكلمة ذبيحة؟ أول شيء كتير مهمة شو معناتها هالجملة هيدي؟ هيدي قايلة نبي هوشع. شو كانوا يعملوا؟ قلناها كالساعد احنا. انا اليوم مثلا اختلفت انا وخيي ما بدي صالحه، بروح اعمل ذبيحة وبرضى انا وربنا. هاي ذبيحة. شو لها معنى؟ ما المسيح قال بالانجيل اذا اردت ان تقدم قربانك وتذكرت ان لاخيك عليك شيء اترك قربانك على المذبح روح صالح خيك ورجع. فأذن معناتها الرحمة هي مش بس المحبة، كنت رح أقول أقوى من المحبة. يعني لازم أحشاك تحس بأحشاء خيك وساعتها تعقد بذبائح قد ما بدك. شو لها معنى؟ مثلا بتذكر قال برا بأحد القديسات قال مختلفين ببعضهم وجاي يقدسوا وكيف بتحطوا السلام لبعضكم يا ولادي؟ نعم اوكي. يعني التوقف يعني طوائف انه ما عم تقبل هودي كل الاعمال البشريه تتغاضى عنها مثل غيرها. ونعطي برضه نعطي الجواب اللي طلعت الجواب كامل حبيبتي. هو كتير مهم انه كل شيء بنعمله اذا مش طالع من قلبنا، حتى مربورس بيقول لنا كل ما ليس عن ايمان هو خطيئه. كثير قاسي مربورس. بس هون بنشوف كل شيء. هلا انا اذا انت او ابنك جاب لك هديه ومش مبين عن محبته ترضي فيها انت؟ فاذا كل شيء يجب ان يصدر عن المحبه. نعم. كل عمل خارجي مثلا اليوم مثلا عم زيح القربان
او نزيح الصورة. اذا انا عندي محبة للعطرة فهمتي كيف؟ صار لها طعمة. اذا عم نعمل لانه هن عم يعملوا ماشي. طيب وهل استبدلت كلمة ذكر بكلمة ذبيحة؟ اصنعوا هذا للذكر. اول شيء نحن بالقداس بقول كلما اكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون ذلك لذكري حتى ما جيء. فاذا نحن كل مرة بنقدس نتذكر الرب، وكل مرة بنقدس نتطلع الى مجيء الرب. طب مسنيار ضروري انه نكون كل احد عم نقدس وعم نتناول، ولا انه يعني مرة واحدة منا كافية ما بعرف لحتى نحصل على الاساس؟ هو الاساس هو حتى العبرانية بتقلك اياها، الاجتماع الاسبوعي ضروري ضروري. هلا وعنشبه الاحد نحن ونشكر الله عطونا فرصة الاحد بالعالم كله، صار حتى بالصين يوم الاحد. إيه؟ هلا اجتماعنا ضروري، ما نقفل اجتماع. هلا في كنائس تكتفي اول شيء بيوم الاحد بالكلمة، لكن حتى بالاسبوع بتعمل كلمة. في كنائس ما بتقدس خاصة بالشرق الا يوم الاحد. نعم يوم الاحد. إيه؟ وفي الكنيسة اللاتينية في قداس كل يوم، طرق متعددة. فهمتي كيف؟ رجعنا رحمة يما ذبيحة عند الله، يعني ما في شيء صح او غلط، ما في شيء ابدا. هودي كلها انا بسميها تقاليد في الكنيسة، قوانين بشرية يعني. ماشي هودي فينا ما نقدس كل يوم، فينا نقدس كل يوم، هيدي كلها سوا. نحن بس نبلش نحرتق هاي، معنى نحن بنحب نختف مع بعضنا ونحط. وبيقلنا رسالة الى افسوس، وخلصت افسوس، يسوع الحاجز شيلوا، ما بقى في حاجز. نحن مرجع نحط حاجز يعيش. فاذا هاو الكيس أرثوذكسية وهاو الاشورية وهاو القبطية، يا حرام علينا. تخيل انه الاقباط رفضوا الكنيسة الاشورية تجتمع معهم بمجلس الكنائس. بتشوفي قديشنا صغار وقديشنا منغلقين على بعضنا، منقول نحن يي الكنيسة عم تفرط، ما نحن عم نفرط الكنيسة. صحيح. فإذا مشاهدينا رح ناخذ هلا استراحة وبنرجع لنفتح مجال لاتصالاتكم. وصلنا مشاهدينا للقسم الأخير من حلقتنا لليوم، يلي موضوعها كان عن الذبائح، ذبائح العهد القديم أو من ذبائح العهد القديم إلى ذبيحات العهد الجديد. إلى الوليمة. إلى الوليمة. يعني بختام الحلقة لغينا كلمة الذروة. تبقى نعم. أهم شيء لازم ينتبهوا، نحن حكينا عن الذبائح لأنه موجودة كانت، بس نحن اليوم ما بقى في ذبيحة، قداسنا هو وليمة. كثير مهم. وهيدي أجمل بكثير. هيدي هيدي النهاية. خذوا كلوا، هذا هو جسدي دمي، صرنا نحن مع المسيح واحدة. نعم. فإذا هلا رح نفتح مجال للاتصالات، إذا بتحبوا تشاركونا بحلقتنا فيكم تتصلوا فينا على 01-255-500، وإذا كنتوا خارج لبنان 00-961-1-255-500. طبعا فيكم تكونوا عم تطرحوا أي سؤال أو تعملوا أي مداخلة حول موضوعنا عن الذبائح، أو تكونوا عم تطرحوا أي موضوع تاني من الكتاب المقدس. بذكركم أنه الأسبوع المقبل موضوعنا هو بين الطاهر والنجس، رح نكون عم نتأمل بإنجيل مرقس الفصل 7 من الآية الأولى للآية 13، ورح أبدأ مع الاتصال الأول. سلام المسيح. سلام المسيح. معك ليلى. بونسوار ماري تيريز. أهلين ليلى. بدي أطلب تعليلنا شوي صوتك، أو بسيم يعليلنا شوي الصوت بالستوديو، في حدا لازم يعلي صوته. ايه الو. ايه نعم تفضلي ليلى. ايه بونسوار. بونسوار. كيفك ماري تيريز؟ انا ليلى من الجنوب. يا اهلا، كيفك ليلى؟ الحمد لله منيحة. اشتقنا لك. ما بالاكثر، انا دايما بتابعكم. شكرا. تفضلي ليلى. ايه ابونا بولس مساء الخير. اهلا ليلى. عرفتني؟ ايه لا ما عرفتك. ليلى من الجنوب. ما بديش اعرفها. ابونا زعلت؟ ايه زعلت. صار لها ساعة حكي هي وماري تيريز وخذي بص مش موجودة هون، يعني فقت علي انا موجود هون حبيبتي.
ايه انا ابونا عم بتصل لاحكي معك. بتحكي معك منيح الفت علي. ايه انا بشكر الله عليك ابونا وعلى شرحك للكتاب المقدس اللي عم توصلنا اياه بهالبساطه وبهالشفافيه. ايه انا بدي اسالك ابونا سؤال. بالنسبه للذبيحه عم تقول عنها كتير حلو اللي قلته وكتير حبيت انه هو هو وليمه هو عشا رباني. بس بالكتاب الرؤيا بيقول بالفصل 5 الايه 12 وهم يرتلون باعلى صوتهم الحمل المذبوح يحق له ان ينال القدره والغنى والى اخره. ابونا انا بدي اسال هون بالتالي كمان يعني اذا نحن كمان مسيحيين هل نحن حمل معد للذبح؟ يعني كمسيحيين على مثال معلمنا. نعم. هيدا السؤال عم يتردد ابونا لانه عم نسمع كثير بهالقصه هالايام. ولكن وهي هالجمله اللي انت موجوده بكتاب مقدس هلا بقول لك اياها. اول شيء بالسفر الرؤيا في اكثر من مره الذبيح والقائم. دائما سفر الرؤيا بيجمع بالوقت ذاته الصليب والقيامه. امين. نعم. الذبيح قام. هلا ايه؟ بقلنا بكل بساطة برسالة العبرانيين وصرنا مثل غنم للذبح. نعم. نعم موجود هالجملة ايه؟ وهيدي قالوها كتبوا الانجيل لانه كان بوقتها في اضطهاد كبير وشافوا حالهم انه هن مثل غنم للذبح. والرومان كان يقولوا باللاتيني كريستياني موريونتور، يعني المسيحيين هن لازم يموتوا. إذا ما بيقدموا للعالم شو اسمه للصنم بخور لازم يموتوا. كان في بس اليهود عندهم امتياز. إذا مأكد ونحن هلأ لما بيكون في اضطهاد معناتها الكنيسة حقيقة رافضة العالم. أنا مثلا بحكي بكل بساطة بالهند. بالهند لأنه الإنجيل يتحدث عن مساواة الرجل والمرأة لهالسبب عن يضطهدوا المسيحية. ورئيس الجمهورية بيقول له للقديس جون بول دو انتو عم تاخدون للمسيحية. قال له نحن منشهد. وعلى كل حال نحن بالعالم العربي اللي عم بيصير مسيحي عم يضطهد وهذا علامة نحن للذبح. بس اليوم لما الرسل جلدوا بيقول خرجوا وهم فرحون لأنهم استحقوا أن يتألموا من أجل اسم المسيح. إذا المسيح صلب من أجلنا ومن أجل خلاصنا هو الذبيحة. وحتى نحن دائما بنقول الكاهن بده ينذبح إذا بدنا مع المسيح على المذبح والمؤمنون أيضا. والذبيحة بمعنى عطاء الذات. نعم. نشكر ليلى على اتصالها. بناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. سلام المسيح بقلبك يا رب. بقلبك تفضل. كيفك مونسنيور بولوس؟ خلينا إياك حبيبي. طول لي عمرك يا رب. ميرسي. المجد لله. دايما لله. من باب المحبة اللي وصانا فيها الله انه نحب بعضنا البعض. الله بيستجيب لجميع المؤمنين والله يشفي كل مريض. في عمو ادوار سعادي طلب مني صلاة لانه معه سكري، طلب مني صلاة بترجيكم صلوا له وخصوصا بقدم ان العذراء فاطمة الى لبنان وهو ومرته بيصلوا لكم وبيشكروكم والله يستجيب لجميع المؤمنين. نحن بنصلي عنيتا ونصلي معه. اهلا وسهلا. الله يشفي كل مريض. امين يا رب. اهلا حبيبي. خليك. اهلا. بابا. نشكر اتصالك وناخذ اتصال جديد. سلام المسيح. انا عم احضر تلفزيون. الو. الو مساء الخير. مساء النور. تفضلي. يعطيك العافية. الله يعافيك. الحمد لله. تفضلي. كيفو الابونا الله يخلي لنا اياه. اهلا. مين معنا؟ كيفك ابونا؟ كيف صحتك؟ خلي لنا اياك. انا كريستين. كريستين؟ ايوه. لا. كيفك ابونا؟ كيف صحتك؟ نحن عندنا كريستين هون على التلفزيون داخلين ببعضكم. نعم كريستين. اهلا وسهلا. ايه قولي. ايه نحن سامعينك. تسلمي أبونا. إذا فينا كل أحد ناخد معني. بقطش ال مش عم يسمع منيح الاتصال. كل أحد إيه؟ أنا ما
بدي اطلب شاهد شوي السؤال كنسي. لا انا فهمتك فهمتك لايك يا حبيبتي. بالاساس اليوم الاجتماع نحن اول شيء ما في شيء اجباري. هلا بالكنيسه اللاتينيه فرضت انه كل احد لازم واحد يحضر قداس بوصايا الكنيسه بتحضر قداس يوم الاحد والاعياد. هلا الكنيسه اللاتينيه ومكت كل اللي مع اللاتين بيوصلوا لهالشيء هذا. غير كنائس ما فيش اجباري ابدا. هلا شو مهم؟ مهم انه الاجتماع الاسبوعي مهم جدا حتى نضل نحن جماعة وجماعة كنسية. هلا بس هو حلو نعرف مثلا المريض مش مطلوب منه هالشيء هيدا. المرة اللي عندها اولاد صغيرة فيش تاخدهم كذا الى اخره. ولكن لي مع الكنيسة اللي الانسان مرة ورا مرة ورا مرة ورا مرة بيرفض الاجتماع الاسبوعي مش بس بيخطأ بيفتكر انه بيضعف مسيحيا وبصير معرض ليضيع ايمانه. نعم نشكر كريستينا اتصالة. ناخد اتصال جديد. سلام المسيح معكم. معك تفضلي. بونسوار. بونسوار. عم بحكي بس سؤال بدي اسأل لأبونا بولس. نعم تفضل. مسنيات سوري. سلامك اهلا وسهلا. ايه الله يسلمك. بس بدي اسأل انا بخاف من مطهر كتير ابونا. بدي اقول لك انا بكتاب قديسة فوستين قريت ربنا مكتوب عم بيقول ربنا عادل بس رحمته بيغلب عدله. انا بقول اذا نحن هون رحومين كتير يعني قد ما فينا مش بدي اوصف حالي اني رحومة كتير. عجب ربنا بده يرحمني ما بيحطني بالنار المطهر. لك يا بنتي أول شيء بالإنجيل كلمة عادل غير موجودة. ما في كلمة عادل انتهينا منها. إذا بتلاقي كلمة عادل إنه ربنا عادل أشو هالعدل؟ بيجي الابن الصغير بيعمل له حفلة طويلة عريضة والكبير بيضل برا. ربنا ما دمك أنت عم تشددي على رحمة ربنا عادي برحمة ربنا وما تطلع منها. أنا هيك بعمل. وما تفكري بأشياء عديدة وتحسب حسابات وشو درجات جهنم وشو درجات المطهر. نحن أنا بقول لهم قاعد بحضن ربنا مثل ما الطفل قاعد بحضن أمه أو بيه. وما تفكري إلا هيك وأنت الربحان. أنا عايش السماء على الأرض. لا تفكري كلها وتفكري فيها كلها سوا. حتى ما تقولي يدي ليه بكيت على جهنم. أنا بقول لهم قاعد بحضن ربنا يصفر وما بده يحط. نعم وهيك بترتاحي قد بتدي. شكرا اختنا على اتصالك. رح ناخذ كمان اتصال. سلام المسيح. الو الو. نعم سلام. مساء الخير. سلام المسيح بقلبك. اهلا اليك وللمونسنيور. معك فيكان. اهلا فيكان. الله يخليك. كنت بدي اسال للمونسنيور الطريقه الوحيده لنفوت على السما. نعم مش دم المسيح نغتسل فيه. نغتسل بدم المسيح. نعم يعني نكفر عن خطايانا مش هيك راد ربنا؟ بدم المسيح الطريقة الوحيدة. أنا بحسن هولي تعبير تعودنا نسمعهم من نحن صغار مش هيك. وين بتلاقي نحن نغتسل بدم المسيح؟ بلا بسفر الرؤية بيقولوا إنه هولي غسلوا حلالهم بدم المسيح. ايه هيدي وردة. شو معناتها هيدي؟ ايه بس هيك أنا تعودنا نقولهم بس ما نعرف كيف. شو معناتها؟ أول شيء مش غسلوا بيضوا بيضوا حلالهم بدم المسيح. الدم شو لونه الدم بنتي؟ احمر. احمر. كيف بده يبيض الشغله منه احمر؟ اذا ما نقريش هالاشياء ما فينا ناخذها بحرفيه طبعا. لا ممنوع. هلا نحن لا شك انه الصليب هو كان الذروه. هو كان ذروه بكل شيء مؤكد. كان ذروه بس كل حياه المسيح كانت خلاص له. طالما بيقول لنا هيك الساعه ما شئت ذبائح ولا محرقه. هي المسيح وين خلصنا؟ مش بدمه ولا بصليبه أساسا. خلصنا لكي تعرفوا أني أحب الآب. أنا ما سألت مرة عن قديسة رفقة. قديسة رفقة مش أنه صارت قديسة لأنها تألمت، لأنها أحبت. فإذا نحن الحب هو اللي خلصنا مش دم المسيح. الحب هالحب هذا وصل يسوع إلى ذروة الموت. أوكي بس الحب ما بيقول لهم
أحب خاصته وأحبهم إلى الغاية. إذا اصحوا تفكروا ولا مرة إنه العمل يخلص، كلا، الحب يخلص. هل بالحب نعبر بالأعمال؟ لأنه الحب يضل في حكي إذا بدنا. فهذا المسيح بيقول لكي تعرفوا بيوحنا أني أحب الآب لنمضي. فهذا كتير مهم. فهذا يسوع غسلنا أساسا إذا بدنا خلصنا أساسا بمحبته. هل محبته قادته إلى الصليب؟ مأكد، لأنه ما في حكي. هون صار فيه ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه عن أحبائي. صار بنت تسبقني بالإنجيل. لا هو الهمة هالكلام. روك خلي لي هيك في أحلى. مرسي مرسي مرسي. منشكر فيكان على اتصاله ومنخد اتصال جديد. سلام المسيح. ألو، مرحبا. أهلا. سلام المسيح. بقلبك. أنا معكم نايف القحطاني من المملكة العربية السعودية، عابر. أهلا وسهلا. حياك الله. بتسبونا بعد تقبيل الأيادي، كيف حالك؟ أنا دائما أتابع البرامج حقتكم صراحة، وأنا يعني سعيد جدا إن هالمرة يعني جالس أشاهد هذا البرنامج الطيب، لأني أنت من الكنيسة الكاثوليكية. أهلا وسهلا فيك. وأنا تاج وفخر على راسنا إن حنا كعابرين للرب يسوع المسيح نشارك معك بتسبونا في هذا البرنامج الطيب. أبغاك تصلي لكل العابرين بتسبونا الطيب، ويعني حنا يعني في الخليج وفي العالم العربي واقع علينا اضطهاد كبير جدا، ونبغى صلوات تقبلونا. وحنا من هذا المكان بنقول ان المسيح قادم في كل مكان. حنا ما نهاب السيف وما نهاب الموت وما نهاب اي شيء، لان السيد المسيح قال ما تهاب الموت. انا ما ابغى اطول عليك قدسك، بس انا كان عندي سؤال لك قدس ابونا. اول شيء بشكرك على الكلمه الحلوه. تفضل على السؤال. تفضل سؤالك. اهلا. أنا يعني كان ودي أشارك يعني بقصيدة. أهلا وسهلا. تفضل، شو السؤال؟ السؤال حقي يعني أنا الحين يعني مرتبط في عابرة من بلد عربي، وحنا صلينا هذا الموضوع أكثر من مرة، لكن في عقبات في تتميم الزواج، لأن هي من كنيسة أخرى وأنا يعني أتبع كنيستي. هل الحين قلت سبونا إذا أبغى أتزوجها هل أكلل في كنيستي أو أكلل في مذهب ثاني؟ هذا هو سؤالي. هل أساسا إكليلك في مبدئيا كنيستك، وإذا في صعوبة كنيسة تانية هو على كل حال. المهم البركة من يسوع المسيح، كاهن يكللك ويعطيك البركة، وربنا يوفقك. وإذا عندك عروس ربنا يكمل معكم. نشكر خينا، ومعك خينا بنصلي على نية كل العابرين، ونعرف انهم كتار كتار خاصة بهيدي الفترة. ناخد كمان اتصال. سلام المسيح. سلام المسيح معك. معك، تفضلي. الو. نعم تفضلي. انا عم بحكي من اوستن تكساس من امريكا. اهلا وسهلا فيك. بسم الله عليك حبيبي. في عندي سؤال مونسينيور بولس، ما بعرف إذا في يجاوبني عليهم. بدي شد حالي. نعم تفضلي. الحمد لله. ايه. أنا أصلي لبنانية. نعم. بس إلي شي 30 سنة بأمريكا، بس بدي أسألك سؤال مونسينيور إذا ما في إزعاج، وبتمنى إذا تعطيني إنت، لأن أنا بنترك كل يوم ثلاثة لحتى اسمع الحديث منك. خليلي محبتك ولطافتك. ايه. او مدام تريز ما بعرف. في عندي بنت ابني. ضلت 4 سنين ما اجاها ولد. بعدين الحكيم جبرها هي وجوزها عملوا لهم ما بعرف شو، وبست قامت وحطوا لها البيبي ببطنها. شو عملت؟ بس إجاها البيبي حبت لتروح تعمده، الخوري ما قبل يعمدنا إياه. ليه؟ بس بدي أسألك سؤال أبونا، وزعلت هي كثير أخذ على خاطرها، وهي بنت متعمدة ومعمول أول قربانتها ومبسوطة قد الدنيا، بتسمع قداس وبتروح بتشارك كل أحد بالقداس.
بس ما بعرف زعلت كثير واخد على خاطرها ليش ما عمدوا لها الصبي لمن خلي. ايش دخل الصبي؟ حتى اذا كان لا سمح الله ابن زنا، ما انا بعمده ايش دخل الصبي؟ لا سمح الله من او من جوزه. وهلا نشكر الله، نشكر الله مستقيمه تاني مره. ايه ابونا بولس بترجيك تعطيني ليش هالخوري مع انه مجوزه بسانت تريز بجامعه يلي تعرفت على جوزها فيها، وجوزها مسيحي وكل شيء، ومجوزين عند الكاثوليك بسانت تريز باوستن. ايه يمكن السؤال مع الابونا مش مع ابونا بولس. هو يمكن بحس انه كان ان فيترو يمكن هذا الخوري، ما بعرفش خبر شيء. على كل حال ليش عند غير خوري ما بيقدروا؟ ما فيهم يعمدوا بغير محل يعني؟ بلا روح غير محل، روح عند غير خوري، روح عند غير خوري واش بدها؟ ايه مأكد بكل بنت. يمكن بطلت معنا ايه. المدام اي هاي قضايا، كل هالقضايا الكذا، كل واحد رأيه الشكل. مرة من عمدوا ليش ما اش دخل الولد؟ حتى ولد لقيت بعمدوا انا اش دخل؟ اكيد طبعا. فاذا اختنا كانت الاتصال الاخير، ان شاء الله يكون وصل لها الجواب لانه انقطع الاتصال، ولكن برك انه يعني لترجع تسمع انه فيها تروح لعند غير ابونا وتعمد يعني وين ما كان. بس ساعتها ابونا بيقول لها انت من اي رعيه، فهمت كيف؟ بتقول له شو الوضع، او فيها تشوف المطران. نعم شوف المطران. اي نعم. فاذا نحن حلقتنا انتهيت. إعادة لهالحلقة مشاهدينا فيكم تتابعوها بكرة الأربعاء الساعة 3:15 على محطة نور الشرق، والخميس الساعة 1 على محطة نور سات. مثل ما قلنا الموضوع الأسبوع المقبل هو بين الطاهر والنجس، مرقس الفصل 7 من الآية الأولى للآية 13. فإذا موسنيور فكرة أنه يسوع هو ذبيحة، فينا نقول أنه هي فكرة غلط. فإذا ليه هالقد تربينا عليها وعطول بيرددوا لنا اياها، وحتى القداس يعني اسمه الذبيحه الالهيه. خلينا اذا ممكن ناخذ زويده روحيه انطلاقا من هاي الفكره. حسب اي كنيسه، في كنايس المتاثرين باللاتين بيحكوا عن الذبيحه، هذا المتاثرين بروتستان بيحكوا عن دم المسيح. ما نحن عندنا كثير كنايس اذا بدنا، بس اليوم نحن اخذنا معنى الوليمه وهذا هو. وانا الكلمه الاساسه بقولها يسوع المسيح لما اجى على الفصح بيقول لهم شهوة اشتهيت أن آكل معكم هذا الفصح. كل مرة نحن ربنا يشتهي أن يكون معنا بها القديس، حتى حقيقة إلنا خذوا كلوا خذوا اشربوا، كل مرة بتجتمعوا اصنعوا هذا لذكري حتى مجيئي. أمين أمين. شكرا مسنيور. فإذا مشاهدينا بنشكركم جميعا يلي سرتوا معنا اليوم، يلي اخترتوا أنه تكونوا معنا، بنصلي على نيتكم جميعا، وكمان بنصلي على نية كل العابرين. وموعدنا بيجدد بإذن الله الأسبوع المقبل يعني الثلاثة ساعة 9:30 مساء مباشرة. حتى نلتقي بترك معكم سلام الرب يسوع.